السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا بخير واحسن حال. كنت عايزة اوريكم نتيجة اللفت. اللفت ده انا عملته يوم الحد، يعني الوصفة لما عملتها يوم الحد نزلتها في نفس اليوم، يعني النهاردة اتعملت الحد الاثنين التلات، النهاردة الاربع، 3 ايام. اللفت انا ما حطيتلوش بنجر، ما كانش عندي بنجر. شايفين اللفت بامبا وجميل ازاي، وشايفين ميته. لازم لما تدخلوا اي حاجة فيه شايفين المية بتاعته بامبا ازاي. وما حطيتش خل، ما شاء الله عليه، حلو جدا وجميل، مفيش احلى من كده. حبيت بس اوريكم النتيجة كده. وبلاش يا جماعة تشيلوا منه اي حاجة، لان هو فايدته في كل الريحة والطعم اللي فيه والكلام ده. طيب النهاردة هنعمل صدور فراخ مشوية بطريقة سهلة جدا. عندي صدور فراخ اهي، وعندي زيت زيتون، زيت زيتون، ليمون، تمام، اللهم صل عليك يا نبي، ثوم، قرن فلفل حراق. دول الليمون والثوم المهروس والفلفل الحراق مش هستخدمه دلوقتي. الفراخ بتاعتي اهم حاجة، هجيب بس الشوكة. اهم حاجة في الفراخ بتاعتي انها تكون مغسولة كويس ونظيفة وما فيهاش ريحة المية، تكون متنشفة جدا جدا جدا، ما يكونش فيها ندرة مية، تمام. هنحط ايه؟ هنقول التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا معلقه زعتر، ولو كان لو في زعتر فريش شغال، ما فيش يبقى ايه الجاف، فلفل مجروش، فلفل اسود مجروش، ملح برضو مجروش او اي ملح انتوا عايزينه، رشه جوز الطيب، ملح وفلفل ورشه جوز الطيب، ومعلقه زعتر اهي جاف، هنحطها هنا في الطبق بتاعنا ده. هنحط عليها زيت الزيتون اهو. يلا مش هنستخسر في الفراخ بتاعتنا، في اخرتنا ان شاء الله اللي هناكلها. وايه، هجيب معايا منديل هي متنشفه كل حاجه، بس برضو عايزه اوريكم ان مش لازم يكون فيها نقطه ايه. اول حاجه هندوب، هنقلب التوابل بتاعتنا دي، تمام، وهننزل الفراخ بتاعتنا اللي هي ناشفة جدا. بصوا يعني هي ناشفة، انا بوريكم انها ناشفة، بس برضو زيادة ايه، زيادة انها ما تكونش فيها يعني نقطة مية. ليه؟ انا عايزاها تشرب من التتبيلة دي. حتى الليمون مش هحط لها الليمون دلوقتي، انا بعد ما تشرب، من التتبيلة دي، تقعد شوية فيها كده ربع ساعة ولا نص ساعة عبال ما اعمل الخضار بتاعي، هيكون مثلا شربت من الزعتر والليمون، قصدي الزعتر وزيت الزيتون والليمون، لا يا رب انا بنسى ليه، هتكون شربت من التتبيله بتاعتي دي، وده اللي هيخليها طريه وجميله وطعمها في منتهى الجمال. لكن لو نزلت بميتها بصراحه مش هتبقى احسن حاجه. والسائل اللي هو قلنا عليه الليمون هحطه بعد هي ما تيجي نعملها مع بعض، والثوم والبتاع ده كله هينزل مية، فانا مش هحطه دلوقتي مع الفراخ بتاعتي. طبعا اي توابل انتوا عايزين تحطوها براحتكم، حطوا اللي انتوا عايزينه، بس انا هعملها بالطريقة دي اهي. شايفين الطبق مفهوش ندهة مية. انا بأكد يا جماعة ان فراخنا لما نيجي نشويها ما تاخدش، ما يبقاش فيها ندهة مية، دي حاجة مهمة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني لان ده اللي بيديها طراوه، عايزينها تشرب من الكلام ده وتبقى فراخ حلوه كده وجميله، تمام. اهو هنشيلها دلوقتي وهنستعرض بس الايه. طب انا مسكت الفراخ فهنستعرض الحاجه بتاعتنا، الحاجه بتاع الكلام بتاعنا اهو، الخضار بتاعنا. عندي ايه؟ عندي جزر حلقات، عندي فاصوليا خضراء، عندي بروكلي، عندي في الوصفه بتاعتي بطاطا بدل البطاطس، بطاطا لان انتوا عرفتوا القيمه الغذائيه الجميله بتاعتها وطعمها برده هيكون جميل جدا في الوصفه دي، وبصلتين حلوين حمر كده جوليان. المره الجايه هكلمكم عن فوائد البصل واهميته ان شاء الله باذن الله.
اللي مش حابب مثلا يشوف الوصفة او يعملها، طب يستفاد بالمعلومة يعني ايه. طيب هو معايا طماطم بوريه بس، ادي كل الموضوع بتاعي. الطاسة بتاعتي بتسخن على النار، وهنشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. وتعالوا معايا بس هروح اغسل ايدي ونروح هنكمل الوصفة بتاعتنا. بص يا حبايب قلبي، الطاسة بتاعتنا سخنة اهي، ننزل بالفراخ. لازم دلوقتي بقى اقدر احط ال، اشوف الدنيا عامله ايه. ايوه كده تمام. كده احط الليمون، كده احط الثوم، كده خلص اهو. لازم النار تبقى عاليه، انا مش عايزه الخضار يموت، انا عايزاه يبقى مصحصح كده بس واخد تشويحه. والبطاطا بتاعتي هنزلها اهو. البزر رشة فلفل، رشة ملح، الخضار بتاعي خلص اهو. الطماطم دي مش هسبك، ولكن عايزاها ممكن قرن فلفل ونفتحه كده عشان ما ينزلش، ما يبقاش حراق قوي. ممكن فص ثوم مهروس عادي، رشة فلفل، شوية ملح،
خلصت الوصفة بتاعتنا، هتخش الفرن هتقعد تلت ساعة على الفرن حامي درجة حرارة 200، ويطلع بقى شوية خضار جمال جدا. تمام، بس في أسهل من كده ولا أبسط من كده؟